الكوميديا. بالنسبه للفكره هي كانت فكره ديال شركه ارابيكا وشيف حميد الزرغيني كيدير الكوميديا والمسرح واقترحت باش نكون في الفيديو كليب. بصراحه مر الاجواء جميله جدا وسلسه بحكم اننا حنا كنزاولوا المسرح وهذا هو الطابع ديالنا. وانا كنت في الاول خايف من زعما تجاوبش معايا ولكن الحمد لله حتى هي جرات معايا ال 20 كان داكشي مزيان وداز العمل بواحد الطريقه جميله جدا. دابا بصراحه واش كتفكر تسوج على سمعتي؟ لا لا شوف انا وشنو هاد الاغنيه؟ هاد الاغنيه دابا بحال شي واحد كيمثل دور شرير شي فيلم كيقول لي واش كتشجعوا الزواج؟ انا ما كنشجعش هذا الشيء. اول حاجه انا ضد باش تعدد الزوجات، انا الزوجه ديالي كنحماق عليها. ولكن الشرق قال ان تعدد، ولكن ديك الساعه هي ما تكلخ. لا دابا راه فينا العراض قاده مع وحده. ولا سمعنا عندك واحد المشكل بسيط مع اللي كيضرب القاعده؟ لا هذاك موضوع، هذاك ماشي هذاك موضوع تافه. ما تكلم معنا عليه لو خي تكلم، انا ما غنجاوبوش لان الدومين ديالي انا تنوع وتصل واحد الوقيته اي واحد يخدم معك واحد المرحله كي بحال شي لاعب كره القدم تتبقاش اللياقه البدنيه ولا كتشري لاعب اخر. وحميد السرغيني ديما متجدد، وهاد السنه كانت فيها القعده، السنه ما غاتكونش فيها القعده. غنقدروا نديروا قروضه، غنقدروا نديروا بوسكال الفاع، نقدروا نديروا دوك المكاحل، يعني هذه هي سنه الحياه. وانا ما غادر نرد على شي واحد. هذه كلها وفين كيحرم لي الرزق، هنا كيمشي يخدم تما والله يسهل عليهم. حنا شقينا لهم الطريق ديالهم، بانوا التلفازه بانوا كلها والله يسهل. نقدروا نشوفوا حميد السرغيني كيبدل الستيل ديالو خليجي او شرقي من غير لا شعبي. لا الشعبي هو الشعبي وبطريقه يكون عصريه مرحبا، اما بالنسبه ما نقدرش ما نعرفش ليه. شكرا.